ليل ينجلي وفجر يبزغ بعد صمت طويل، فتلوح معه بوارق الأمل، فتتعالى الهمم وتتصاعد الطموحات وتتسع الأمال. هكذا تماما كان في بلدي الحال بعد أن سقط المحال. ميسان مدينة حالمة تخفو على ذراعي دجلة، تعاويذها شيء من حضارة سومر، وتراتيلها طيف شمسي تلتقي فيها الأديان والمذاهب، وتعيش فيها بحب ووئام. هي ميشا بالزمن الغابر والعمارة إلى وقت قريب، يعيش عليه الفقراء والبسطاء والطيبون، ولكل واحد منهم قصة ورواية. شخصية قوية، شخصية قيادية، كثير النشاط في الصحافة والعمل الصحفي، كان شعلة، كان طاقة، مستقل ومحترم من قبل الجميع، وكان متألقا كعادتي. لم يكن عدوا لأحد. أعظم ما يمتاز به وهو الحب، الحب للجميع. نزار انولد في مدينة العمارة بقضاء المجر الكبير في عام 1969 بالتحديد. بعد سنة أو سنتين من ولادته انتقل إلى بغداد، عاش فترة هناك تقريبا للسادس ابتدائي أو أكثر. استشهد والدي، بعد ما استشهد والدي انتقلنا هنا للعمارة، جينا يم أجدادي، شق طريق الدراسي بتفوق ونجاح إلى أن حصل كلية التربية. كان أبا وأخا مثاليا في عائلته، وهو من عمل منذ بواكير حياته في أعمال شاقة كي يعيل العائلة المنكوبة برحيل الأب، فكان الأب وولي الأمر حتى حقق لعائلته عيشا كريم، وحقق لذاته مستقبلا مميزا دراسيا. كانت هنالك عليه مسؤوليات كبيرة، مسؤوليات البيت، تعرف أنت يعني أنه الوالد استشهد وعائلة كبيرة، 5 بنات وثلاثة أولاد اللي إحنا نزار وآني وأحمد، وبالإضافة إلى والدتنا، حمل كبير. فكان يدرس في بغداد وكان يعمل، كان حريصا على المتابعة البيتية والمتابعة المدرسية، يعني حتى نكون متفوقين في جميع الجوانب. وكان يعني مهتم جدا في الأمور البيتية، كان مهتما كثيرا في الأمور البيتية مع جميع أفراد العائلة. رسائل الرجال يحملها النهر كطلائع من نضال، ها هنا كان يقف الممنوع عن الكلام، يرمي برسائله وبضع أحلام، فيستذكرها اليوم بعد أن أحل الحرام بفتاوى سياسة الوطن المباح. كان النهر رفيق دربه، كان النهر مستودع أسراره، كان النهر الشيء المتحرك في بلده الساكن، فيطلعه عن كل ما كان يكتب أولا بأول. مرة المرات سألته قلت يعني ما السر في قوة هذه المقالات؟ قال كنت في فترة التي كنت أعمل فيها يعني عملي الخاص لكي أربي جيل في البيت أو عائلتي في البيت، كنت أكتب المقالات المناقضة لمقالات حزب البعث اللي موجودة في جريدة البعث والجمهورية، كانت تجيهم إلى مكان عملهم وكان يقرأ ويكتب مقال بالنقيض من عتها. وقلت له ما تخاف؟ قال لي لا، لأن كنت أرميها في مكان آمن. اكتشفت يعني بعدين في خلال الحوار بأنه كان يجمع هذه المقالات المناقضة والمخالفة لهذه المقالات الحزبية ويجمعها في كيس ويرميها في النهر. عام 1998-99
كان يعمل في مؤسسات في بغداد، مؤسسات إعلامية يعني في النظام السابق، وكان يمتاز ب يعني بقلم حاد جدا. نزار كان صلب وشجاع ويتمتع بأفكار جديدة دائما. كان كاتب وأديب في نفس الوقت بالإضافة إلى مهنته كإعلامي. كان متألقا كعادته، ونتيجة للنجاحات المتعددة للشهيد نزار اختير مراسلا لوكالة أصوات العراق، وهذه الوكالة من الوكالات الرصينة في ذلك الوقت. الواقع يبدأ بحلم، وأفضل الأحلام هي التي يسعى المرء جاهدا لتحقيقها، وهو كان يحلم بأن ترى كلماته التي كان يكملها ويهديها للصمت، أن ترى النور يوما. وتحقق ذلك، فكان في مقدمة من التحقوا في شبكة الإعلام العراقي، وتحديدا في صحيفة الصباح عند تأسيسها بعيد 2003، فكان صوت المدينة في الصحيفة الرسمية للبلاد، كان ولا يزال أيقونة صحفية لا تتكرر في ميسان. كل طاقة خيرة في هذا الوطن هي مطلوبة أن تلعب دور حساس ومباشر ومؤثر في هذه المرحلة. اشتغل نزار أول ما أسس جريدة النور. كانت الصحف في ميسان تطبع على ورق الأي 4، ومجموعة من الصحفيين يكتبونها ويحررونها بطباعة بسيطة، ومن ضمنهم سيد مهند وكريم الحميداوي وعلي صدام اللي الملقب على الطيار، هذول كلهم كانوا يكتبون في جريدة النور. مهني وصادق ومستقل ومحترم من قبل الجميع، باعتبار انه الصحفي المستقل والمهني محترم من قبل الجميع، خصوصا بعد 2004 و2005 2006 2007 ظهرت العديد من وسائل الإعلام المستقلة والغير مستقلة وظهور العديد من الصحفيين، لذلك كان يركز على الاستقلالية في العمل والمهنية، من أبرز الصفات اللي تعلمتها من أستاذ نزار. نزار كان شعلة، كان طاقة، يعني يعلم بدون أن يقصد أن يعلم، كان ينصح، كان يشوف الخطأ يقول هذا خطأ. أهم شيء لفت نظري في مسيرته، كان كاتبا القصة بطريقة جميلة جدا، شاعر يعني يكتب الشعر بطريقة جميلة جدا، قليل من يعرفون هذه التفاصيل. صادق جدا بكلامه، بموقفه، برؤيته، أدى نظرة ثاقبة للأحداث، حينما يفسر شيء يقول هذه نهايته، ترى هذه نهايته بمرور الزمن. الطفل اللي مثلت أطوار بهجت، شفت البنية بدت دموعها يعني دموعها تنزل، وقالت أتمنى الآن أصبحت كل أمنيتي بعد هذا الحديث مع أستاذ نزار أنه أكون صحفيه. فأثر حتى بالإنسان اللي يمثل. قام رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد والتي يعمل فيها الصحفي نزار مراسلا، قال بالحرف الواحد وبين الحضور ورؤساء تحرير الصحف العراقية بأنك يا نزار تفوقت حتى على أستاذك، وهذه شهادة كبيرة من صحفي كبير. كان من ألمع العاملين في مجال الصحافة والإعلام، وحاز على شهادات تقدير وأخرى تخرج من دورات كثر، أهلته ليؤسس مؤسسة الصحفيين والمثقفين الشباب، ليخرج عددا من الشباب الطموح في مجالات الصحافة والإعلام. نزار ما قصر وياي بهاي الفترة، يعني بداية احتضني وقال لي أنت اللي أملك من معلومات، اللي أملك من إمكانية راح أحولها إليك، وبدينا نشتغل على هالأساس هذا. فكانت بدايتي وأساسي هو نزار الراضي. نزار أخ وصديق وزميل وأستاذ، ونعم الأستاذ، تعلمت الكثير من أستاذي نزار عبد الواحد، الدروس المهنية، الاستقلالية، الاحترافية في مجال الصحافة والإعلام. منذ 2004 ما تعرفت على أستاذ نزار الله يرحمه، كان دائما يوجه لي نصائح، يعني
ما يوجه لها بشكل شايف يعلمني يعني دائما واحنا نمشي بالشارع دائما بالمؤتمرات بالندوات خلال سفراتنا خلال البرامج خارج المحافظة دائما يدور حوار على شكل حوار يعني. لا أحد يعرف لماذا أثر الشهيد الكتمان في آخر أيامه ولم يفصح عن ماهية التهديدات التي كانت ترده وبقي يمارس حياته بشكل طبيعي إلى أن أختيل. نزار في كل أحواله هو يشتغل يسولف ويشاقي ويضحك. في هذه الفترة كنت ألاحظ يعني آخر أسبوع من استشهادة تحديدا يعني النزار كان في عالم آخر يعني قليل الضحك قليل السوالف قليل الكلام ومشغول جدا كان في اتصالات تأتي يعني ويخرج برا يكمل الاتصالات مالته. جالسين داخل المنظمة وكان هو عنده تقرير جاي يكمل بالتقرير مالته تقرير إذاعة العراق الحر وكان يستخدم في وقتها برنامج الأدوب إديشن وهذا البرنامج يحتاج دقة فيركز بالحاسبة ويترك البرنامج يلتفت يعني مجرد يلتفت انه على اليسار قال سيد كرار علاوي دير بالكم اهم شيء واحد يحافظ على حياته قلت له ماكو شيء يعني اكو فد تهديد يعني او راح تهددك وحياتك بخطر قال لا ماكو شيء لكن انت ايش تعرف اخوك يعني اخوك ما ينهز يعني قلت له والله والنعم يعني ما عندك ابو سيف. في تلك الفتره كانت تهديدات كثيره على الصحفيين في العراق فكنت أتحدث معه أقول له نزار شلون نتعامل ويا هاي التهديدات ربما نكون إحنا هدف يجوز اليوم نكون إحنا الهدف ويجوز باكر نكون واحد من عندنا يكون هدف. قال لي بالعامية أحكي لك إياها بصريح العبارة وبنص العبارة ما يطير اللوزة إلا اللي خلاه وما يشيل الرأس إلا اللي خلاه. قال له إحنا نخضع لهاي التهديدات راح تتوقف الحياة. أتصور نزار كان معرض للتهديد أو مهدد لأن شفته عصبي وكان يقود سيارته وأنا قاعد يمه قلت له شبيك أبو سيف قال راح أقول لك شغلة قلت له شنو هي قال أنا ما أخاف ترى حتى من الذبح ما أخاف وهاي العبارة قالوا حتى لو يقصوا اللوستي أنا ما أخاف على قد القوة اللي كانت عنده يقول ولا أخاف من الرصاص يقول وأتمنى أكون شهيد. رحل من الدنيا ليعش في القلوب التي بكت وبالحناجر التي أبنت وبالكلمات التي لبست الحداد عليه. عاش محبوبا واستشهد شهادة الأبطال. رصاصات غدر عطلت حياته واختتمت أحلامه وأوقفت طموحاته. رحيله خسارة هكذا القلوب نبضت ونزار لم يمت. نزار راح يبقى وسام شرف وراح تبقى صورة نزار قائمة وراح يبقى اسم نزار يلاحق القتلة. أنا أؤمن بمبدأ بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. إذا كان قتلة نزار ما زالوا على قيد الحياة فهم سيقتلون في يوم ما لا بل هم يقتلون يوميا عندما يمروا على صورة نزار وعندما يقرأوا اسم نزار وفي كل احتفال وفي كل مهرجان يذكر فيه نزار هم يقتلون. أنا بداخلي أنه نزار ما ميت. أنا من أحضر إلى الرصيف المعرفي أحيانا ألتقي بأصدقاء يتوارد إلى ذهني خيال نزار عبد الواحد وأتمنى أن ألتقي معه بهذا بداخلي ما ميت. اللي خلينا جاي نستمر بهذا العمل هو اسم نزار. نزار حي لم يموت يعني أنا ما جاي أشعر أنه نزار حاليا ميت يعني بكل مكان بكل قاعة بكل مؤتمر بكل الندوات اللي تقام في العراق في ميسان خارج العراق إنه أشعر إنه نزار موجود يعني. أنا بالنسبة لي لم أنسى نزار في يوم من الأيام حتى هذه اللحظة نزار عايش وياي في كل كلمة مع كل إطلالة عيد مبارك نزار عبد الواحد هو وياي وبالتالي عايش وياي في كل مقال أكتبه في كل أشعر بأن نزار عايش وياي دائما يعني. وعلى ذات الضفاف
ضفاف نهر دجلة الذي ولد بين ذراعيه وأحبه وأودعه رسائله وبدأ منه مشواره وخلد عليه شهيدا، فالتحف النهر الصمت حزنا عليه. تحت شعار من أجل ميسان أكثر علقا وعطاء، والتي تعد إحدى مؤسسات الرياضيين من أصحاب الإنجازات على الصحيح، المعرفة والثقافة زاد الروح والاستذكار اليوم المقابر الجمال عيان إن مسلحين مجهولين قتلوا صباح اليوم الأربعاء مدنيا يعمل سائقا لسيارة أجرة وسط مدينة عيان إن مسلحين مجهولين قتلوا الليلة الماضية أحد أبناء طائفة الصابئة المندائيين في مدينة العمارة. المنظمة ذكرت أن أحد أولئك الصحفيين كان نزار عبد الواحد الراضي الذي عرف مراسلا لإذاعة العراق الحر في مدينة العمارة باسم مازن وحيد، مشيرة إلى أن الراضي كان متوجها مع زملائه لتغطية مؤتمر صحفي خارج بهو المحافظة عندما قام ثلاثة مسلحين بإطلاق النار عليهم وأرده قتيلا في الحال، فيما أصيب زملاؤه بجروح في مدينة العمارة في 30 من شهر أيار الجاري.